لنعمل فيليه بنكهة الفستق والريحان بدنا 6 قطع من الفيليه، كمان بدنا معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقة كبيرة من الزيت، ومنحتاج أيضا ل3 أسنان من الثوم المفرومين، وكمان بدنا بصلة واحدة، كوب من الفستق، نص كوب من الريحان، مكعب مرق الدجاج، 2 كوب من الكريمة، وكوب من اللبن، وكمان بنحتاج لفستق وريحان للوجه. الفيلي طبعا يعني بنقدر نعمل قطعة كاملة، بنقدر نعمل زي على حسب عدد أفراد الأسرة بنعمل القطع بتاعتنا. طبعا عندنا هنا أهم حاجة لما نيجي نعمل اللحمة إن إحنا نحمي المقلاية اللي عندنا كويس قوي. يعني سواء بنعمل لحمة بنعمل جاج لازم المقلاية تحمى كويس قوي علشان نحاول إن إحنا ما نخليش اللحمة تنزل مية. أيوة، لأنها لما بتنزل مية بتنشف بتشد مننا، واللحمة لو قعدت كتير على النار حتى لو الفيليه طبعا يعني أنا بعرف ناس بيسلقوها من كتر ما بيخافوا من طبخها. يعني يسلقوها وبعدين يحطوها شويه في الزبده. انت قصدك عشان بخافوا ما تستوي. بس اللحم الفيليه عاده تستوي سريع يعني طبعا. طيب هناخد دلوقتي يا ستي. انت حطاها على الغزان ولا بالعمده؟ بالعمده. يعني ما اتفلسف عشان كبيره المقلايه كبيره فقلت بكسب عينتين يعني. طيب هناخد دلوقتي اول حاجه عايزين نقلي اللحمه اللي عندنا شويه. قبل ما نعملها كده كمان عايزه اقول ان احنا عندنا الخلاط حطينا فيه الحليب، عندك عيار حليب؟ فحطيناه في الخلاط علشان دلوقتي هنشوف هنعمل فيه ايه. اقول لكم هناخد زبده، ومع الزبده هنحط شويه زيت علشان ما تتحرقش. الزبده ما تتحرقش مننا. تمام، لازم اللحمه تتعمل على اعلى حاجه، اللحمة الجاج لازم أعلى حاجة. هناخد دلوقتي بقى اللحمة بتاعتنا نقلبها. خلينا بس الأول نملحها ونفلفلها من الناحيتين، مش هحط لها غير ملح وفلفل. أسكر. دايما لما بتكوني عايزه نكهه يعني عامله بصوص حاجه معينه تبقي عايزاها تبان ما تزوديش من النكهات الثانيه علشان تبقى هي النكهه اللي باينه 100%. يعني ما اجيش بقى احط بهارات وجوزه الطيب ومش عارفه برش ليمون طب انا خبيت على الفستق اللي انا اصلا عايزاه هو يبقى ملك النكهه. اوكي، بدأت تاخذ اللون الحلو. كثير حلو. طيب انا شوفي هعمل ايه دلوقتي. خلاص احنا اللحمه عندنا كده خلاص كفايه عليها. في نفس المقلايه هنحط بصله. بصله صغيره. وهحط معاها ثوم. حتى لو حطيناه يعني مش مهروس لان احنا كل ده هنطحنه. هنخلطه في الخلاط في الاخر. شممنا. دلوقتي انا عندي هنا الحليب اهو. الحليب اللي عندنا فهحطه بس هنا علشان اقدر اخد النكهات دي كلها. لازم سائل يعني لازم حاجة سائلة علشان نقدر ناخد النكهات دي كلها. فحطيتي حليب؟ حطيت حليب. هلا حليب أو كريمة ولا بس حليب؟ لا حليب. هذه الوصفة بس حليب؟ لا في كريمة بس حليب. ليه؟ لأن أنا هاخد الحليب ده هحطه في الخلاط. أوكي. لو حطيت الكريمة في الخلاط هتتخفق. هتتخفق هتبقى مخفوقة هتبقى كتلة. أوكي. فلازم نحط حاجة تكون مش هتتخفق، فبنحط يا حليب يا مية. يا مية. بس الحليب طبعا بدسم. بالظبط، حليب احسن طبعا 100%. طيب هنحط بقى دلوقتي الكلام ده في الخلاط. تمام، ناخد بقى اللي هنا اللي هي الزبده والبصل والثوم والحليب. هناخدهم نحطهم في الخلاط. بسم الله. انا هاخد دلوقتي الفستق الحلبي. هلا هون بدنا نحط الفستق احنا.
وحناخد الريحان. ايوه طبعا حطوا ريحان زي ما تحبوا. نحط قد كده مثلا، وهناخد الكلام ده بقى في الخلاط وهنخلطه مع بعضه. هنحط بقى معاهم كريمه. هلا الكريمه؟ اوكي خلاص، لان زي ما قلت لك في الخلاط هنحط الكريمه. ايوه هتبقى عندنا كريمه مخفوقه. يا سلام يا لولو. هناخد ده مكعب او مغلف. لذيذه مرق. اسمعي الطعم كمان، هاتي معلقه ودوقيها. عاوزه ادوق. اسمعي انا كده خلصتها بس انا مش عايزه اغرفها دلوقتي. هنغرفها في الاخر خالص. عارفه ليه؟ ليه؟ علشان الصوص ما تجمدش وقت التصوير النهائي. مظبوط. فهخليها بس كده. خساره زي ما هي. لا عادي. خساره تجمد يعني. خساره تجمد. مظبوط. فخليها على نار هاديه. لا لا خلاص هنطفي عليها، وبس قبل التقديم بدقيقه بولع عليها علشان بس الصوص بولع فيها ما تجلتش. انا قلت كده؟ لا انا اوكي خلاص. انا هحط معاها شويه بطاطس، بطاطا بيوريه، وهحط معاها شويه خضار كده على جنب، وخلاص مش هنقدمها غير قبل ما نخلص. صراحه زاكيه زاكيه زاكيه.